صلوا على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت له عليك السلام يا أبتاه فقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا فآتيني بالكساء اليماني فغطيني به فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى عند ذلك أقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال لي يا فاطمة
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. فعند ذلك أقبلت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، إنه نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم دحمي ودمهم دمي، يحزنني يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا بحرا يجري ولا فلكا يدور ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها جبرائيل عليه السلام: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال عز وجل: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله،
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ولا فلكا يدور إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل الأمين جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. فقال لأبي يا رسول الله إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. And for the shifa of the mariyid, and for the ta'jeel of the faraj of Sayyidina wa Mawlana Sahib al-Asri wa al-Zaman, and for the arwah of all mu'mineen wa mu'minat, especially our marhumeen, rahimallah man qara al-fatiha ma'a salawat.